مالي. هذا كانت أخبارنا لليوم، رح ننتقل سوا لنستقبل ضيفتنا المصممة زينة كاش. ضيفة The Hangers بيربطها اللون الأبيض علاقة مميزة، ولهالسبب صارت فساتين الأعراس علمة. من طفولتها ظهرت عندها موهبة التصميم وتنسيق القماش، وتابعت الدراسة وكان لها حظ تشتغل عند المصمم العالمي زهير مرات. نتعرف عليها أكثر بهالريبورتاج. أنا بالنسبة لإلي فستان العرس لازم يكون very simple وكلاسي وإليجنت ويبين عن شخصيتها للبنت، ما تغير نهار عرسها وتنقي شيء out of the ordinary، ولازم يكون في touch of هيك شوي شيء أوريجينال، في يكون لونه غير أو فيت له شيء touch funky فيه للفستان، وأهم شيء تنقي الكات اللي بيرحلها شو أحلى شيء على جسمها، مش تنقي شيء لأنه دارج، لازم تنقي شيء بيمثلها هي نهار عرسها. أول شي بعمل ريسيرش، بنقي ثيم سبيسيفيك، ثيم بمشي عليها وبعمل a lot of research، بشوف شو في قصص تريندي قصص مش تريندي، what's in what's out، then بعمل مود بوردز. حبيت تكون كتير منوعة على الكولكشن، عملت 20 فستان كان بدي اياهم انه يكونوا different kinds of dresses لحتى يرضوا كل العالم. بحب استعمل كتير الليس، كتير بحسه elegant وكلاسي، وخاصة فستان العرس بحب التيول كتير، بحسه كتير ناعم وفيمينين، بحب الموفمنت تبعه بالفستان، بس انه اجمالا كل شي بستعمله اورغانزا، جيبور، تافتا، ساتان، رازمير. هلا في كتار بحبوا الابيض بالعرس، بس هلا كتير صار دارج انه يكون في هيك شوي لحفه لون الفستان، ففي كتار عم بحبوا انه يكون شوي عبيج شوي على زهر. هيدا الفستان هو الفيفورت تبعي بالكولكشن، اول شيء لانه لونه بينك جاي شوي بلاش شوي اوريجينال، وفي هون كاتس بالأورغانزا كتير فانكي، وبيجي قصير من قدام وطويل من ورا. شو رأيك زينة؟ انتو شو رأيكم؟ بدي شوف إذا انتو حبيتوا الكولكشن ولا لا؟ أنا بدي أقول كتير حبيت الستيل، إنه شوي حسيتهم منهم كتير تيبيكو، إنه فستان عرس. They're very fluid، كتير young، يعني حسيت زبونتك هي حدا كتير شوي young، يعني مش يعني عشوائي، بتحس انه فيري تيل، يعني بس exactly. شوفهم عم بتخيل فيري تيل، وكثير بيتحركوا، يعني مانو ريجيد، مش كثير صعب اذا لبستي تتحركي فيه، خصوصا بنهار مثل عرسك. ف كثير حبيت هالشي. مرات في مثلا صبايا بنقوا قصه معينه وبتكون مش ظابطه لجسمهم، ايه اكيد بتقولي لهم كلهم، ايه اكيد كلهم اصلا بيشوفوا حالهم. اول شيء كلهم بيجوا لعندي اجمالا بيحبوا انه البرنسس كات، العروس لازم تكون برنسس. انا بحب البرنسس كات على فكره، بس مش في ناس شوي لبسه هلا انا شوي برنسس كات، كلنا هيك بنحلم نحن وصغار هيدا البرنسس. ايه غير لتجربها ما بتعرف اذا بتزبط على جسمك ولا لا، وهيك بعد تجرب كذا ستيل بتعرف ساعتها مور اور ليس شو بدها، مثلا بست هيدا من تحت هيك من فوق هيك، تاخذ فكره اكثر، لازم تقيس لحتى تشوف. انا بدي اسالك شو اكثر شيء فابريك بتحبيهم غير الليس، انه اكثر شيء بتستعمليهم بالكولكشنز؟ الليس والتول اكثر شيء، الليس والتول كثير بحبهم. واذا بدك تستعملي فابريك يمكن عاده ما بيستعملوه بفساتين الاعراس، اذا ليك ما بيتقبلوا. اوكي ايه صعب يعني. انت بتحبي يمكن بس الكلاينتس؟ انا بحب، بس انا ما كثير بحب بفستان العرس الاورغانزا، بس كثار بحسوا انه كثير فخم وكثير هيدا. بس انت ما بيعني لك. انا لا بحب بعمل ساتين اورغانزا وهيك، بس بفضل التول بحسه هيك مور لايت، بس اجمالا وقت تجي العروس هي وامها على طول العروس بدها شيء بتول، والام انه لا بدها شيء اتقل بدها بالاورغانزا. لانه الاورغانزا يمكن فيه لمعه، ايه هو كماشي اتقل يعني. شو اغرب لون اشتغلتي فيه لفستان عرس؟ البينك. بينك؟ ايه في حدا طلب منك تعملي له فستان عرس لونه بينك ولا هلا هو؟ لا انا وقتها شفته للون كثير حبيت، وحبيت اعمل فستان لونه بينك. انا قلت ما بعرف قد ايه حيتقبلوه، بس ما فيك تتخيلي قد ايه عم بيحبوه. بس هو يمكن شوي بيل بينك، اتس بيل اتس بلاش، انه اللون كثير فاتح مش انه هات بينك. لا انه وقتها تشوفه على انه كان بتشوفه بينك، بس وقتها تلبسه هي اول شيء بتقول انه اف بينك، بس وقتها تلبسه ات بلندز مع جسمها انجا، ببين انه هيك انجا في لحفه صغيره يعني، مش انه كثير
مبين. لاحظت انه ما في كثير شك بفساتينك ابدا. ما يعني انه انا بفضل البلا، انه بحبه يكون ريتش لحاله وبقماشاته وبالموفمنتس تبعه، انه بحس الشك اتس ان اكسترا يعني. اوكي. وكتير غريب لأن كانت تشتغل مع زهير، وزهير كتير بعرف بيستعمل الشاك. ايه كان عنا هيدي المشكلة انا وياه، كتير بيحب الشاك وانا ابدا. بس كيف كيف لا لا، وقت تكوني عم تشتغلي بفاشن هاوس بدك تمشي على ستيلهم هن يعني. بس اكيد ما بروح الايدنتيتي تبعي بالنهاية يعني، بس انه طبعا كل شيء تعلمته وكل الاكسبيرينس تبعي انه ثانكس تو زهير يعني. شو رح يختلفوا هلا فساتينك لصيف 2014؟ يعني بشو حيتميزوا؟ يعني شو رح نشوف شيء غير هلا اللي عم نشوفه؟ هلا اذا بتشوفي انا هيدي الكولكشن كل فستان شيء، كل واحد عنده قصته، كل واحد عنده الكونسيبت تبعه، لحتى تكون الكولكشن منوعه. بدي اجرب كمان بال 2014 كمان اعمل نفس السيستم، انه قصص كمان قصص جديده بعد اكثر قد ما فيي يعني، الوان غريبه، كاتس غريبه، متنوعين كتير يكونوا، لحتى بعدين انه يصير عندي تشكيله كبيره اللي بعدين اقدر اصير اشتغل كونسبت باي كونسبت. تعتبري في بفساتين الاعراس بيكون في جرأة بالقصة؟ يعني عم نحكي في عنا الميرميد، في عنا البرنسس كات، او هيدا شو اسمه؟ هيدي الميرميد من جوا، هو هاي الفستان كتير ضيق من جوا وبيجي الترين من ورا. شو بيكون بعد عنا مثلا هيك شيء قصة جريئة؟ اللي ما كتير بيطلبوها لفستان عرس هي الامبير، لانه ببلش من العالي، بس انه في منهم مجبورة تعمليلهم هيك قصص. بس حلو اذا فستان امبير. انا بحب كتير بيكون، بس انه بعيدة عم تغبي كل جسمك، واجمالا العروس بتحب انه بس يبين، بس عم تطولي كمان كل الجسم. لا صح، بس انه ما عم بيّن شيء منه. إذا هذا ستيل يعني، ستيل يعني حسب الوحدة هيك نهار عرسها كيف بتشوف حالها. فلاحظتي انه مو وبشارة اتفقوا على قصة واحدة هي الامباير يلي هي مش عنا اليوم، وانا انغرمت بالبرنسس كات. بس انا رح قلك شغلة، انا كتير بحب بفساتين الاعراس مش اكتر شكل القصة، بحب اكتر الشغل تبع الصدر، الصدر والظهر يعني. هذا الشيء اللي انا كتير بحبه بفساتين الاعراس، لانه يوجوالي لما بشوف الصور التركيز بكون من فوق، اكثر شيء بيصوروها للعروس وجهها مكياجها وشعرها، سو اكثر محل ببين هو الصدر او الظهر. وانا كثير بحب يعني هذا الفستان ظهره كثير حلو. انا كل الفساتين تبعي بحب الشغل يكون بالظهر اكثر. بدي اشوف بس انا شعرها شو عجبه. هلا كثير حلو. واو فيري نايس. انا بحب التزييت يكون من ورا اكثر من قدام، انه بحب العروس تضلها كلاسي واليجنت من قدام، بس انه من ورا يكون في شويه حركه بالهيدا. فكل فساتيني فيهم شيء من ورا كثير بحب، وهي العروس اصلا بتحب اجمالا مثل ما انت قلت انه الشغل يكون من فوق، انه كثير بهمها الباست اريا اكثر من تحت. صح يعني. زينة بمين بتتاثري ديزاينرز؟ بتطلق بتحضري بتشوفي شو عم يعملوا، ولا بلكي بتتاثري بتاخذي منهم؟ هلا وقت كنا عم بعمل الريسيرش تبعي بشوف الكل. اوكي. لانه ما فيي ما اشوف انه كلهم شو عاملين. مزبوط. بس انت مين مفضل لك؟ كويدنج دريسز بحب كثير فيرا وانغ ومونيك لولي. اوكي. هن الكلاسيك يمكن اكثر شيء، بس بدنا ننبش على فستان عرس اول اسمين بيخطروا على بالنا. اكزاكتلي. اخر سؤال. تك انا اخر سؤال. ما بقى خلي حدا يسال. ما بقى حدا يسال الا انا. اخر سؤال. زينة هلا انت كمصممه وسبشلي عم تعملي فساتين اعراس، اذا قررتي تتجوزي، ما بعرف اذا مجوزه. لا ماني مجوزه. اي فستان تختاري؟ قد ايه هيك بتحسيها صعبه انه بتشتغلي بالفساتين، بتجربي قد ما فيكي هيك تعطيها فستان حلمه للعروس نهار العرسه، انت شو فستانك حيكون؟ زينة وانغ. ايه انا مش هياخد من لا عيبا تعمله. تخيل انه منك انت عامل فستاني. بس صدقي بعد لهلا مش مقاسي ولا واحد منهم، وما بعرف اصلا ايه الحلو علي وايه لا، بعد ما جربت ولا واحد. بس انا في عندي واحد بالكولكشن ماي فيفورت، هو كله لايرز، انا بحب كثير اللايرز، وهو كله من فوق لتحت لاير، وما بحب كثير البرنسس كات، بحبه انه مور تايت على الجسم. انت زينة باقيه معنا هلا حتى ننتقل سوا لفقره ريد كاربت دايوريز، حتى نشوف السليبرتيز على السجاده الحمراء اذا مغلطين بلبسون. على كل حال هلا بنشوف سوا كل التفاصيل. بفقرة ريد كاربت دايريز رح نضوي على أول سيلبريتي، وهي أوليفيا وايلد اللي أعلنت أنه هي حامل من زوجها جيسون سوديكيز. رح نشوفها سوا على ريد كاربت لبسة أسيمتريك سكيرت والتوب أنيميتد توب. شو رأيك؟ It's more of a t-shirt. إيه it's like a t-shirt مهضومة هيك لسيلبريتي تلاقيها على ريد كاربت لبسة كاجوال.
انا كثير انا عادة اصلا تعملي هيك تلبسي من تحت شي تنوره كثير تكون اليجنت ومن فوق تحطي لها تي شيرت عادي. مزبوط كثير دارج هذا اللوك. هلا شفناه يمكن بسكس اند سيتي كمان كذا مره بالموفي. وانا كثير بحب الايسيمتريك سكيرتس لانه بحسهم بيعطوا فورم كثير غريب للجسم سو ما بتعرف اذا طويل قصير. ولما بتكون تنوره كثير مرسومه عطول بتعطي بتوحي بطابع معين يعني بتكون لها الطول بتصير فجأة بزنس وومن، بتكون شوي أطول بتصير شي تاني. مزبوط. فالأيسيمتريك سكيرت عطول فيها تكون volatile لمين ما كان، فيها تلبسها حيالة بنت شو ما كان عمره. أندرز جيم موفي بريمير بلوس أنجلوس عم نشوف فيولا ديفيس لبسة دانا ريبيكا بيربل دريس. كتير بحب فيولا ديفيس، وكتير حلو شو لبسة يعني the royal color is something that fits her skin tone على الآخر. Absolutely. وأنا كتير حبيت. فاديا شو زينة شو رأيك؟ أنا حبيته كتير. الألوان حلوة مثل ألواني. Exactly. أنا أول ما طلعت هيك قلت أكيد أنا قلت حتحبه زينة طالما لبسي نفس اللون. إيه تخيل إليك لا مش حلو. لا فيك تكوني مثلا ما حبيت علي اللون اللي مش لبقلة لبقلك إليك أكتر. كتير إليجنت وكلاسي حسيت اللوك تبعه. وزينة مثل ما عم تشوفي هون في هايلي ستاينفيلد لبسة أحمر وأبيض من سان لوران، وفي أبيجيل بريزلن اللي عمرها بس 17 سنة لبسة فستان من هالستون هيريتج. أنا كتير حبيت هايلي، حبيت الكومبينيشن الاحمر والابيض مهضوم بس ايه. انا كثير حبيت ابيجيل اذو يمكن شوي منو ايج ابروبريت مش لعمره لانه ما هي حسيتها هيك مظبوط مبينه كثير اكبر من عمره بس اتس ا فيري نايس دريس هولستن جود. انا بدي احكي عن نجمات تلو على الريد كاربت واعتمدوا على تكنيك الميكسينج اند ماتشينج، هو شيء انا كثير بحبه وانا كمان. فخلينا نبلش مع ريبيكا رامجن، كانت لابسة leather black pants and a black top. أنا personally هذا اللوك كتير بحبه، كتير من الروك اند رول وخصوصي أسود، أكيد فادي رح توافقني أكيد. بس كل شيء leather وهيك إنه it looks nice on her very elegant يعني وعطاها هيدا الألور يعني اللي بقلها لجسمها لأنه كمان الجلد عطول بيشد الجسم بطريقة كتير حلوة مشان هيك كتير نسوان بحبوا يلبسوا بنطلون جلد. زينة كيفك أنت والجلد؟ انه هلا مجبوره اكون منيحه لانه كثير دارج. ثاني حدا هو اليشا سيلفرستون. اليشا سيلفرستون لابسه ا بلاك سكيرت انا بلاك توب كمان، بس ليه ما عامله ضفيره اليشا مثلا؟ انا كثير بحب الاليشا. This is a very nice look. It's very nice and simple. كثير سيف بركي شوي. انا ما حبيت لان حسيتي سيف انه ما عنالك. لا مش هيك، انا ما تعرفني انا بحب الاسود بس حسيت انه كتير هيك طالعين اجريا بيض. حسيت الفستان ما كتير لبق لها، يمكن بغير فستان يطلع احلى. ما فهمت ليش منا عامله ضفيره انا بفتحها طالع على ريد كاربت. فادي ما بتنعمل عملتها هلا. هيدا الشيء ما فينا نحارج فادي عليه ابدا. تالت حدا معنا هو جون ديان رافائيل. كانت لابسه ا وايت اند بلو دريس. ما بعرف انا بركي حبيته للدرس بس مش لهيدي الايفنت. It was very simple وسمبل مش بطريقه حلوه يعني سمبل اتس تو سمبل. هو منه مزعج الفستان كفستان صراحه كثير حلو، حبيت القصه تبعه كثير حلوه بس انا يمكن بس مش لهيدي الايفنت. وذكرني كثير سمبل يعني انه ما بدها ما فيه شيء بس هو كفستان حلو. فيها تروح تتعشى فيه ماكس مثلا. كمان ما بنشوف كيسي ويلسون. كيسي ويلسون لابسه ان الكتريك بلو دريس. غلط كيسي ويلسون، مش انه بس غلط، انا برايي كان كثير كاتاستروفي لان فستان كثير ضيق كثير قصير كثير مفتوح من فوق فيه كل الاغلاط اللي ما لازم نحمل على الريد كارت. شوي كثير مبشع على جسمه. ما بعرف كان عبالي اوصفه بغير طريقه بس ما بعتقد مصروح. وصلت بس انا كومنت بس هعمل هيك مع الكفوف ما حبيت اصلا. ما في شيء بوزيتيف ينقال عنه غير اللون. غير اللون، اللون روعه، اللون حلو اكيد. وزينه كمان نفس اللون. طب نحكي عن بطل فيلم هاري بوتر، كنا بنعرفه لدانيال دانيال رادكليف، بطل بالفانس دايز بسوت زرقاء. قدي حلو بس يكون الارتست بريتش بكون عندهم هيدا البريبي لوك اللي بحافظوا عليها. انا كتير حبيت اتس فيري 60s حتى بلكي شوي اقدم بعد. وحلو انه السوت هي تو تونز بس انا بلاقيه على طول عم يلبس
اكبر من عمره انه هو بعده هيك زغطوه بالعكس يعني ليك هو انه ما لابس بلاك سوت بس انه كمان ما له ميكا كانت كبرته اكثر مليون بالمية انه ما كان فيها برينت او فلورال برينتس او غير هذا بالعكس حبيت انه يعني انا مطرحه كنت لبستها للسوت انا يوجولي لو بدي البس هيدا الجاكيت هيدا اللون كنت حطيته مع جينز مع جينز بتلاقي حلو بدل ايه بس هو بعتقد كان ب جو بشاره استنى يعني حتى لو كان رايح على ريد كاربت تلبس جينز لعمره يس اوكي اذا كان بعمره اوكي انا خلص تو ليت اوكي شو بتلبس هلا حسيتهم كثير قويه باي ذا كلاسيك 1 اكيد اوكي